Thank you.
بثوب رضاك يا أبيه ويا أمي، بثوب رضاك كفنوا حماكم ألحدوني عاشوا على ديناك. اشفع
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا
وانا مالي غير مالي وانا مالي غير مالي وانا
ترجمة
يا أهلا وسهلا بالكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم فردا فردا. بك أستجيع ومن يجير سواك الله. بك أستجيع ومن يجير فأجر ضعيفا يحتمي بحماك الله. بك أستجير ومن يجير رحمتك.
لا إله إلا الله
زمانك في حسان ولا ربما لازم
يا الله حمدك الكبرى
بقول لي يا اخي ليش الشفوية يعني ما عم بطلع فيني كل هذا لك يا اخي اتركوني شوي صغيري اخي اعتقوني بس دقيقة اذا الشف دوري ايش هاد ايش هاد هذول اخوانا الحلبي الله يبارك لنا فيهم طلع يقولوا لنا وبا 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 حتى طرقنا الوبا وما عم يحل عننا هذا الكورونا يخرب بيت الكورونا لك هلا بالشيخ رامي ليش تصاير؟ كبرام ها؟ ايه؟ مطبلج مطبلج لكي رب الرامي الله يعزك يا رب الله يكرمك الله يزيك ما حزت مع حالك الحمد لله الحمد لله بدك تسمعنا شيء يعني؟ سمعكم انا سميكم الجمال وبهجة الأكوان صلوا علي أصل الجمال وبهجة الأكوان قام الحبيب المصطفى العدنان الجمال وبهجة الأكوان طاب الحبيب الحبيب محمد
عيني نور الوجود صلوا على رسول الله Oh.
وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك Oh.
زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. الله يفرج همك يا رام، الله يفرج همك يا رام، الله يفرج همك يا رامي، ويفرج هم أمة محمد أجمعين. فرج همومكم
ويزيد عنكم كروبكم ويجعلكم أخوي متحابين فيه، ويرضى عنكم وعن أزواجكم وأولادكم، ويرضي عنكم الله. الله يرضي عليكم، رضي الله عنكم بإذنه تعالى. اللي بيرضى الله عليه ترى بعمره ما بيخيب. من كان الله معه فمن عليه؟ كن مع الله ولا تبالي. والله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا جماعة احنا ليش هيك راكدين على الدنيا؟ راكدين على الدنيا بشكل فظيع. يعني شغلتنا الدنيا، نسينا الموت، نسينا الله، نسينا محمد. هلأ المصطفى صلى الله عليه وسلم يشكر أمر عادي، ما حد تحرك فينا شيء. هل ماتت قلوبنا؟ هل ماتت قلوبنا يا إخوان؟ ماتت ما؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألا لذكر الله تطمئن القلوب؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى محبة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يا جماعة الخير بدي أرجع على الله. قال له أنا ما متت، بس شفت غيرك كيف معه. وبعدين أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ إحنا لا. لا. قال لا. كثيرون. ولكن كغثاء السيل. ما هو غثاء السيل؟ هو الفقاعات التي تكون على وجه الماء. فاضل. تجرأ علينا شذاذ الآفاق. تجرؤوا على حضرة النبي محمد، تجرؤوا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.